وللحديث عن استمرار التظاهرات في إيران وقمع السلطات لها ينضم إلينا عبر سكايب من تورنتو المختص بالشأن الإيراني طارق جاسم. حياكم الله أستاذ طارق. أهلا بكم، شكرا على هذا. حياكم الله أستاذ طارق، يعني بداية، بماذا تختلف التظاهرات الحالية عن التظاهرات السابقة في إيران؟ يعني كما تعلم هناك أو مضى شهران ولا تزال التظاهرات مستمرة في عدة مدن ومحافظات إيرانية. أولا أو أهم شيء في هذه المظاهرات أنها أخذت تدخل شهرها الثاني، وهذا لم نراه في الماضي، لأن كانت دائما تظهر كاحتجاجات أو انتفاضات على أمور مطلبية، منها غلاء الأسعار أو أمور تختص بتزويف الانتخابات وما إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى مطالب الشعوب غير الفارسية من إخصائها وتهميشها وتحريف الأنهر مثل ما حصل في الأحواز. لكن هذه المظاهرات هي مختلفة تماما، لأن استطاعت أن تجمع كل شرائح المجتمع الإيراني بما فيها الشعوب غير الفارسية. فالجميع اليوم ينادون بإسقاط النظام وإسقاط الدكتاتورية التي هي موجودة الآن على إيران منذ أكثر من 44 عاما. وهذه الاحتجاجات اللي أصبحت الثورة بفعل وجودها وديمومتها وشموليتها استطاعت أن تحشد، كما قلت، أولا الحركة النسوية أو النسائية الواسعة في إيران، ثم الحركة العمالية والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الشعوب غير الفارسية. فالجميع اليوم متفقين على الذهاب الدكتاتور وخروج هذا النظام المجرم الإيراني. لذلك هذه المظاهرات هي كانت مظاهرات أولا منطقية، لأن جميع الشرائح متفقة في عدد واسع من المطالب، ثم واسعة لأن شهدت دعم دولي ومساندة دولية، ولو أتت خجولة أو متأخرة لكنها كانت مؤثرة في استمرار انتفاضة الناس واحتجاجهم بالشارع. وهذا كانت نقطة تحفيزية بالنسبة للشعوب داخل إيران. مثلا الحكومة الكندية عملت عقوبات واسعة على النظام الإيراني وعلى الحراس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وكما شهدنا يوم أمس وحتى اليوم مساندة واسعة من الولايات المتحدة، هم في الإعلام المحلي وهم في الحكومة. لأن نيد برايس قبل 3 أيام قال أن أولويتنا الآن لم تعود الملف النووي الإيراني والاتفاق بقدر ما يهمنا الشارع، ونحن نراقب الشارع. هذا بالإضافة إلى مواقف إقليمية ومواقف أوروبية. هذه العقوبات بالذات، يعني العقوبات الكندية وأيضا الأمريكية وغيرها من العقوبات، كيف أثرت في دعم زخم هذه التظاهرات؟ بالتأكيد عندما المواطنين داخل إيران ومناطق الشعوب غير الفارسية يرون أن المجتمع الدولي الآن يراقب وبكثب كل ما يحصل داخل إيران، فتكون لهم دافع قوي أن يخرجوا ويطالبوا بالمزيد من الحقوق وبالمزيد من الشعارات. كما أنه شاهدنا حين تفاقمت الأوضاع الأسبوع الثاني واستخدمت السلطات الإيرانية القمع المفرط كما خلقت مجزرة في بلوشستان وفي كردستان، شهدنا أن المتظاهرين اليوم ينظرون إلى ما يجري داخل مؤسسات صنع القرار، وشهدنا الضغط الواسع من قبل المتظاهرين ومن قبل المواطنين داخل إيران، خاصة بمناطق الشعوب غير الفارسية، على مجاميع الحقوق، حقوق الإنسان. واليوم هذا الضغط اللي خلقته أو أوجدته الجماهير داخل إيران هو الذي سيكون نبراس لحراكهم، وسيكون الإشارة أو الضوء أو نقطة انطلاقة للمظاهرات القادمة. كما أنه سمعنا أن مناشدات ونداءات جارية وقادمة في الأيام والأسابيع القادمة، هم خارج البلد وهم في مناطق الشعوب غير الفارسية داخل إيران، مثل ما شاهدنا في الأحواز قبل يومين، خرجوا الجماهير داخل الأحواز وبشعارات عربية يطالبوا رحيل الاحتلال ويطالبوا إسقاط الدكتاتور وإسقاط النظام. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الوعي المتنامي داخل مناطق غير الشعوب، لا سيما منطقة الأحواز، وأن الشعب اليوم يريد التخلص النهائي من هذا النظام بقوله الفصل، كما أن وجود واستحواذ منطقة الأحواز على شريان الاقتصاد الإيراني لا سيما النفط والغاز هو سيغير من يعني من مصير هذه الثورة. نعم، يعني الاتهامات لم تغب عن هذه التظاهرات. كما تعلم قائد قوات الوحدة الخاصة لقوى الأمن الداخلي الإيراني حسن كرمي اتهم هؤلاء المتظاهرين على أنهم يعني أصحاب سوابق، وأنهم هناك يعني مدسوسون بينهم، هناك مدسوسين
بينهم. يعني هذه الاتهامات إلى أي مدى تكشف الفكر من يعني فكر النظام الإيراني في التعاطي مع هذه التظاهرات في الأيام القادمة؟ سيد الفاضل، تحديدا الجواب على سؤالك، أنا أذكركم بالتاريخ، ما حصل في سجن شيبان في الأحواز والتعامل اللا إنساني مع السجناء السياسيين داخل سجن شيبان في الأحواز هو الذي سيحصل الآن أولا في سجن إفين اللي لا يغل أهمية عن سجن شيبان، وكل ناشطين سياسيين وسجناء سياسيين خاصة البند 7 و8 وبند 209. لذلك اليوم، وهذا الشخص سيد كرامي بعد تصريحاته، وإحنا شهدنا كيف قال وكيف اتهم السجناء السياسيين بخلق البلابل داخل السجن، هذا يذكرنا بالتاريخ عندما قتلوا 23 أحوازي في سجن شيبان، واليوم أخبار عن قتل بحدود 40 شخص. فهذه الجرائم هي لا تختصر على المتظاهرين خارج السجون، بل حتى على المتظاهرين داخل السجون، وحتى على الأبرياء داخل السجون. لذلك أولا نطالب المجتمع الدولي بعمل عقوبات على أمثال كرامي وعلى كبير من قادة الحرس الثوري اللي يدهم منطقة بقتل الأبرياء في سجن أفين وسجن شيبان الأحواز. لذلك أنا أتوقع أن في الأيام القادمة سنشهد عدد من المجازر، لأن النظام وصل إلى طريق مسدود، المجتمع الدولي اليوم يضغط عليه، والشارع اليوم منتفض ومنتهب أكثر من أي يوم مضى. لذلك سنرى أن التجمهرات التظاهرات ستخلق بيئة جديدة وستحشد أعداد كبيرة من الناس من الآلاف، فنتوقع أنه مزيد من الجرحى والقتلى بفعل هذا النظام. نعم، يعني برأيك سيكون يعني بالنسبة للنظام الإيراني، هل سيكون من المهم هذه الأعداد، خاصة أنه يعني يسعى كما ذكرت لارتكاب مجازر ولا تهمه الأعداد؟ يعني ألا تخشون أنه هناك احتمال لإخماد شعلة التظاهرات مع استخدام هذا العنف المفرط في إيران؟ بالنسبة للنظام الإيراني وجرائمه، 300 قتيل، عدد القتلى في هذه الثورة هو يعتبر لا شيء مقابل انتفاضة 2019 اللي فقط في محشور قتل 150 شخصا في ساعتين، وقتل 2200 شخص في جميع مناطق إيران. لذلك نتوقع المزيد، وهذا العدد بالتأكيد سيرتفع. هناك نحن نطالب ونناشد المجتمع الدولي بإيقاف النظام الإيراني وآلته الإجرامية. نحن لا نريد المزيد من القتلى، ولا نريد الجرحى، ولا نريد أن نفقد أبناء شعبنا، لكن النظام الإيراني لا يعرف منطق إلا منطق القوة. النظام الإيراني دائما هو من سيعنف المظاهرات، وهو من سيستخدم العنف والسلاح في مكافحة المتظاهرين. لذلك نتوقع المزيد من هذه المجازر كما قلت في الحديث. لذلك بصراحة النظام اللي يعني هذا منطقه وهذا أسلوبه، لأن لا يعرف منطق التفاهم والحوار على أسس ديمقراطية وعلى أسس قانونية. لذلك بكل تأكيد ستحصل هنالك مجازر. طيب كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي في استمراره بمفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟ يعني ألا يعد هذا دعما مباشرا للنظام الإيراني؟ بكل تأكيد، يعني نحن رأينا أن السيد باب مينديز والسيد تيد كروز وعدد آخر من النواب في مجلس الشيوخ طالبوا الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف أكثر صارم. نحن رأينا بعض من التنازلات وبعض من التراجع من الدعم الأمريكي لإيران خاصة في هذه المرحلة، لكن الأمريكيون عودونا على المواقف الضبابية. فبكل تأكيد هذه الورقة تستخدمها الإدارة الأمريكية للضغط على إيران حتى تجعل منها نت ضعيف في طاولة المفاوضات إن وجدت في الأيام القادمة. لذلك أنا أعتقد أن النظام الإيراني ينطلق من موقف ضعيف في المفاوضات القادمة، وهذه ورقة تلوح أمريكا باستخدامها ضد إيران، منها فتح العقوبات، منها تلويح باستخدام عدد من الغارات في الأمم المتحدة، تحديدا مجلس حقوق الإنسان اللي سيجتمع يوم غد لمناقشة هذا الأمر. فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت كثير على إيران حتى تخرج باتفاق نووي يرضيها لا يرضي إيران. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من تورنتو، المختص بشأن الإيراني طارق جاسم.